طبعا بكل تأكيد حديثنا مستمر عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 ومشاركة ثقافية استثنائية الحقيقة من جانب دولة البحرين في المعرض في هذه النسخة. دلوقتي هنتعرف على هذه المشاركة من خلال حوار خاص أجرته من شرقاوي وبسنت الحسيني مع بشار جاسم مدير معرض البحرين الدولي للكتاب. الثقافة العربية كبيرة ومتنوعة، وصناعة الثقافة العربية مهمة جدا في الفترة القادمة للتأكيد على هويتنا العربية وعلى العادات والتقاليد اللي بتربطنا مع بعض ووحدتنا العربية الكبيرة. يمكن ده بنشوفه في المعارض العربية للكتاب المختلفة، وعلى رأسها معرض الكتاب، المعرض الأم الذي يستضيف جميع المعارض وجميع الناشرين من مختلف المنطقة العربية بالإضافة للعالم أجمع. بيسعدنا وجود معانا النهارده الاستاذ بشار جاسم مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، بنسعد بوجود حضرتك، اهلا وسهلا بك. يا مرحبا، اهلا فيكم. اهلا ومرحبا فيكم، سعيد بهذا اللقاء، نمسي عليكم وعلى الاخوان الجمهور المتابعين، حياكم الله. اهلا وسهلا استاذ بشار. لما نيجي نقول يعني المعارض العربيه كلها يمكن بتبقى بتختص بميزه كبيره جدا، وهي وحده اللغه اللي بتبقى موجوده ما بين الناشرين بالاضافه للكتب الاجنبيه اللي موجوده. اللي بيقدمه السنه دي معرض الكتاب يخلي مكان اكثر جذبا لمختلف العارضين ويخليهم يبقوا موجودين معانا في الدورة 54. نعم، بداية مثل ما أنت تفضلتي نبارك للأخوة في جمهورية مصر العربية الشقيقة على هذا الافتتاح الرائع في الدورة 54 لهذا العام. وطبعا مصر غنية عن التعريف في ثقافتها، في حضارتها، في تاريخها. جمهورية مصر العربية يعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر المعارض على مستوى الوطن العربي. المعرض يقام على أكبر من مساحة 40,000 متر مربع، والسبب الرئيسي لإقامة معارض الكتب الدولية هو تغليل المساحة على الزائر لتلقي الكتب والإصدارات الحديثة من قبل الناشرين المشاركين من جميع أنحاء دول العالم. نعم، النهارده معرض القاهرة الدولي بنشوفه انه بيضم العديد من الدول العربية المختلفة، مشاركات عربية مختلفة من الأردن، من قطر، من البحرين، من الإمارات، من دول عربية شقيقة. قد ايه ده مهم الوعي الثقافي العربي انه يكون بين الشباب العربي بالذات والقارئين العرب اجمع، لانه احنا النهارده بنتكلم عن وحده عربيه، احنا بنتكلم عن دول عربيه بيتشاركوا نفس اللغه، نفس المبادئ، نفس القيم. قد ايه مهم وجود او التواجد العربي في مثل هذه المعارض؟ مثل ما تفضلتي جدا مهم تواجدنا كل ابونا كاخوه عرب، ذلك تعزيز الروابط الثقافيه ما بيننا وما بين جميع الدول الاعضاء في جامعه الدول العربيه. مهم جدا مشاركاتنا، مهم جدا تواجدنا في كل المعارض العربية، سواء كان في القاهرة، سواء كان في الشارقة، سواء كان في جميع الدول، المملكة العربية السعودية إلى آخره من الدول التي تقيم المعارض. الدليل على ذلك دائما يكون هناك ضيف شرف في معارض الكتب. هذه السنة إخواننا في جمهورية مصر العربية الشقيقة مجتمعين ومحتفين بإخوانهم من الأردن الشقيق، وهم ضيف الشرف هذا العام. اللغة العربية مثل ما أنت تفضلت عليها لغة جدا مهمة، لغة الضاد. احنا نتكلم عن أكثر من 11 مليون مفردة في اللغة العربية، مقارنة باللغات الأخرى خلينا نضرب مع مثل على اللغة الأجنبية اللي هي الآن اللغة الإنجليزية اللي سائدة والكل حابب أنه هو يتعلمها على أساس أنها صايرة سلك الحياة. اللغة الإنجليزية ما تتجاوز مفردات 8 مليون كلمة مفردة، عفوا، في مقابل اللغة العربية تتجاوز ال 11 مليون مفردة. واللغة العربية لغة الضاد هي اللغة اللي تربينا، اللي تعلمنا حسن الأخلاق، حسن الأدب، حسن المعاملة، الثقافة، تعرف الناس بمعنى الثقافة الحقيقية من تربيتنا الأساسية هو التي نستسقيها من القرآن الكريم. نعم، دي الزيارة الكام لحضرتك لمعرض القاهرة الدولي؟ والله معرض مصر عزيز علينا، احنا دائما متواجدين معهم، والله ما نحسب يعني ما نعرف. طبعا بتوجيهات رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار سعادة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، احنا دائما حريصين على التواجد في المحافل الثقافية في معرض القاهرة الدولي والمعارض الأخرى. أيضا هناك لدينا تعزيز روابط ثقافية في شتى المجالات، في المجالات الموسيقية والغنائية، لدينا في حركة الفن التشكيلي، لدينا في الآثار والمتاحف، لدينا في العديد العديد من المجالات. دائما ما هنالك في تعاون ما بيننا وما بين الأشقاء في
مصر العربية العزيزة علينا. احنا بنتكلم عن السنة اللي فاتت كان في 2 مليون زائر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والسنة دي شايفين اقبال كبير جدا في اول ايام المعرض. حضرتك بما انك يعني مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، ايه التشابه اللي ممكن يكون بين المعرض هنا والمعرض هناك، وعليه نقدر ان احنا نخلي فيه زوار اكتر لهذه المعارض، بكمان يعني خليني اقول عدد مواطنين مش بس من الجمهورية المصرية لا كمان من دول عربية شقيقة تانية؟ طبعا احنا سبقنا وتكلمنا في هذا الحديث، معرض القاهرة الدولي يقام على مساحة أكبر من 40,000 متر مربع، فلذلك الطاقة الاستيعابية لمعرض القاهرة تختلف عن الطاقات الاستيعابية في المعارض الأخرى على حسب الحجم والمساحة، فلا بد أن هناك في فروق. احنا طبعا حضرنا السنة الماضية مثل ما تفضلتي، كانت الممرات، الطرق الخارجية، المناطق اللي هي بنسميها احنا المطاعم إلى آخرها، المرافق اللي ما بين، كلها كانت مزدحمة بسم الله ما شاء الله يعني الحضور. وهذا اللي بس مثل ما تفضلتي من مشاركاتنا من أمس، طبعا كان أول يوم لافتتاح الزوار ما شاء الله، ويمكن المخرج إذا يساعدنا الكريم يأخذ لقطات من الممرات اللي موجودة، يعني بسم الله ما شاء الله الحضور ما شاء الله تبارك الله من كل جهة ومن كل بلد، وكثير يعني أكثر من 50 دولة تقريبا مشاركين في المعرض هذا العام. نعم حضرتك بصفتك مدير معرض البحرين الدولي للكتاب وتواجدك في المعرض السنة دي بصفتك الوظيفية بقى وليس بشخصك، الحرص على تواجد أكثر من مدير معرض عربي موجود السنة دي في معرض الكتاب الدولي، هل ده بيحصل بينكم نوع من أنواع الالتقاء، بيحصل بينكم نوع من أنواع النقاش، تبادل خبرات، اتفاقات أو اجتماعات للخروج بأفضل شكل دايما للمعارض الكتب العربية الدولية؟ نعم نعم، مثل ما انت تفضلتي اكيد طبعا كل هذه التجمعات تعود بجانب ايجابي على الجميع. لدينا تعاون، لدينا اجتماعات دائمة ما بيننا وبين الاخوان في دول مجلس التعاون، ما بيننا وبين الاخوان في الدول العربية، ما بيننا وما بين اتحاد الناشرين العرب، كل سنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب على هامش المعرض يقام اجتماع مدراء المعارض العربية لمناقشة مثل ما تفضلتي الملاحظات، إذا كان هناك شخص عنده رأي مثلا يضيف، أنا استفيد مثلا من الخبرة، وكلنا مثل ما تفضلتي نتعلم إلى العلم يعني ما لا نهاية ولا للعمر معين، فلا بد أن احنا نتواجد، لا بد أن احنا نشارك بعض الآراء، لا بد أن احنا نستفيد من بعض، نستشير بعض، نتعاون، نطلع بمعرض يليق بالجمهور بهذا الحضور الكريم. نعم أنا عايزة أقول إن يمكن المشاركة العربية المشتركة دي إحنا شايفين وشوش دلوقتي يمكن من دول أجنبية كمان متواجدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبنتمنى إنه قدام كمان نقدر نشوف معارض مشتركة ما بين الدول العربية وبعضها البعض، مش بس مشاركات ما بينهم لا كمان نشوف معارض مشتركة ما بين الناشرين والكتاب والمؤلفين عشان نقدر نوصل بالثقافة العربية لأكبر عدد ممكن من دول العالم. كل الشكر ليك الأستاذ بشار جاسم مدير معرض البحرين الدولي للكتاب على مشاركتك على تواجدك معنا يا فندم. شكر موصول لكم، موصول للقائمين على هذا البرنامج وللمخرج والكادر اللي موجودين، شكرا لكم، ونتمنى من الجمهور يزورونا في هذا المعرض الجميل، وحياكم الله. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لك.